اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. الأبراج التي تكره الجميع سرا. الحب والكراهية نقيضان لا يمكن أن يجتمعا في ذات الشخص وفي نفس الوقت وأن يكونا صادقين أبدا، لكن في هذا الكون الواسع يوجد العديد من الناس الذين يضمرون لنا عكس ما يبدون، خلافا للأشخاص الذين نعرف ما الذي يشعرون به تجاهنا. فهم صريحون معنا كما هم متصارحون مع ذاتهم، فهم إما يكنون لنا الحب أو يكنون لنا مشاعر البغض والكره. لكن في الجهة الأخرى يوجد هناك بعض الناس الذين يظهرون لنا الوداد والحب بشكل لا يوصف، يجعلوننا نظن بأنهم يكنون لنا الحب الصادق والمشاعر الحقيقية، ثم مع مرور الزمن نكتشف زيف مشاعرهم وبأنهم لا يكنون لنا الحد الأدنى من هذه المحبة، بل هم في الواقع ليس لديهم مشاعر تجاهنا سوى مشاعر الكراهية. في الواقع لا يجب أن نأخذ هذه القضية بشكل شخصي، حيث يقول علماء الفلك أن هناك طائفة من الأبراج تكره الجميع، لكن هؤلاء غالبا ما يبدون عكس مشاعرهم الحقيقية. فمن هي هذه الفئة من الأبراج التي تكره الجميع سرا؟ البرج الأول على قائمة الأبراج التي تكره الجميع سرا، برج العقرب. العقرب في رأس القائمة. هذا المولود هو أحد الأبراج التي تتوقع بشكل دائم أن تنال خيبة الأمل من الآخرين، وذلك مهما كان نوع العلاقة التي تربطها بهم، لكنها في أغلب الأحيان تتعرض للخيبة والخذلان من الآخرين. هذا المولود من الصعب أن يسلم مفاتيح ثقته لأحد، فهو يميل للتشكيك بنوايا كل الناس، وينتقل إلى توقع كل ما هو سيء من الآخرين. لا يملك العقرب أي تصور إيجابي عن الناس. المثير للعجب بالنسبة لهذا المولود أن الكل مذنب بنظره حتى يتم إثبات العكس. فهنا في حضرة زعيم الشك لا مكان للبراءة أو لشيء إيجابي قد ينصف الآخر. فمن ظن أن في العبارة وقع خطأ ما يجب أن يبعد هذه الفكرة تماما عن ذهنه. بل الغريب في الأمر أن لدى العقرب لا مكان لكلمة البراءة في حياته. العقرب لا يمكن أن يسمح لهذه الكلمة بأن تشق طريقها إلى حياته إلا بعد أن يثبت الطرف الآخر له مرارا وتكرارا بأنه يستحق أن يحمل لواء ثقته، والتي من وجهة نظره شيء مقدس يحرم على أي إنسان أن يسيء لها أو أن يخونها. وفي كل الأحوال العقرب لن يسمح أبدا بأن تكون هذه الثقة مطلقة، إنما ستكون مغلفة بقوالب من التحفظ الشديد. كما إن هذا المولود يملك قدرة تخف خارقة، فإن أراد العقرب الحصول على شيء من ألد الناس عداء له لن يتردد أبدا في ذلك، بل يستطيع بلمح البصر أن يتحول لشخص مقرب لا يكن للآخر ظاهريا سوى مشاعر الحب فقط، كي يحصل على ما تصبو إليه نفسه. وفي النهاية نقف أمام حقيقة واضحة وجلية مفادها بأن العقرب لا يكره الجميع سرا فحسب، بل هو يشكك بأفعال ونوايا الجميع. البرج الثاني على قائمة الأبراج التي تكره الجميع سرا، برج الجدي. في المرتبة الثانية يأتي مولود الجدي، حيث يكره هذا البرج الصلب الجميع سرا، وخصوصا تلك الفئة التي تحاول أن تحبط من همته وتؤثر على طموحه، والتي قد تجعله يفكر بالتراجع إلى الخلف. فهذه الفئة من وجهة نظر الجدي تعتبر أخطر فئات المجتمع، ومن غير الممكن أن تنال ولو جزءا بسيطا من احترامه أو ثقته،
بل ستكون موضع استخفاف هذا المولود، ومن المستحيل أن تنال منه سوى الكراهية. أما تلك الطائفة التي تشكك بخبرات الجدي أو قدرته على إنجاز الأمور كما يجب، فهو يكن لها أشد الكراهية، فهي لا تعمل سوى على نشر سوء الظن بقدراته الرائعة والهائلة، حيث يشتهر مولود الجدي أنه من الأبراج التي تؤمن وبشدة بقدراتها وطاقاتها، وبأنها تعرف ما الذي تقوم به، كما إنه يملك حس المراقبة الداخلية، فلا يحتاج إلى مراقبة من أحد أو إلى سماع خطابات التنظير من أي شخص كان. الجدي برج مستقل ويعمل بجدية تامة كي يصل إلى طموحه، لذلك حين يقرر أي شخص كان التدخل أو الإشراف على ما يقوم به الجدي، فإن ذلك البرج لن يكن له سوى الكره. لا يوجد أحد يستطيع إتقان عمل هذا المولود على الوجه الصحيح والكامل سواه. في الواقع الجدي لا يعيش حياة مليئة بالفوضى، بل إنه يخطط وينظم حياته وفق أهدافه بشكل متقن ورائع، حيث يملك هذا المولود مسارا يحدده لحياته، وعليه فهو ينجز كامل أعماله وفق هذا المسار وفي الوقت المطلوب وبأدق التفاصيل والنتائج. وكل من يحاول أن يقدم له نصيحة لا تروق له أو أن يفرض نفسه للعمل على مساعدته سيكون من الفئة المكروهة جدا بالنسبة للجدي. وبما أننا نعيش في عالم يكثر به المنظرون ويعمل الكل فيه على تقديم النصيحة من أي نوع كانت، فمن الطبيعي جدا أن يكن الجدي الكره للجميع. البرج الثالث على قائمة الأبراج التي تكره الجميع سرا، برج العذراء. العذراء أحد المواليد الذين يمتلكون تناقضا ما بين الفكر والقلب، لذا يعاني في أغلب الأحيان من التوتر والحساسية الكبيرة. هذا المولود يكره كل شخص لا يتصرف كما يريد أو يروق له، كما إنه يكره بشكل خاص تلك الفئة من الناس الذين لا يراعون مشاعر الآخرين، بل يطلقون أحكامهم على الناس بكل صراحة دون خوف على أذية الغير. بالنسبة لمولود العذراء، ينبغي على الجميع أن يتصرف بجدية مطلقة حين يتطلب الموقف منهم هذا النوع من الجدية، مبتعدين كل البعد عن الهزل والتسلية في مثل تلك المواقف. مولود هذا البرج من الأشخاص الرقيقين جدا، فهو بالرغم من تعرضه للكثير من الجراح إلا أنه لن يعبر عن كرهه للآخرين، بل في الواقع سيتحول إلى شخص غاضب لا يستطيع أحد أن يتفهم طبعه حينها. في المقابل حين لا يرتقي محيط العذراء إلى مستوى الذكاء الخاص به، فهو سوف يضمر ويكن لكامل ذلك المحيط كمية هائلة من الكره، فهو لا يمكنه وبكل بساطة تحمل الجهل القابع في عقولهم. وفي الحقيقة من أهم مصطلحات قاموس العذراء أن كل شخص لا يملك مستويات عالية من الذكاء هو جاهل، لا مجال للنقاش. البرج الرابع على قائمة الأبراج التي تكره الجميع سرا، برج الدلو. الدلو من أكثر الأبراج التي تنشد السلام والتي تسعى لتحقيقه ونشره دون أن يسبب أي أذية للناس، فهو من الأبراج التي تتقبل الآخرين على ما هم عليه، ويريدون منهم أن يتصرفوا على سجيتهم حين يتواجدون في حضرتهم، حيث يبغض هذا البرج أشد البغض من يتخلى عن مبادئه وطبيعته. مولود الدلو بطبيعته يكره المزيفين والذين يرتدون أقنعة لإخفاء مزاياهم وعيوبهم عن الآخرين. ومن وجهة نظره إن الشخص حين لا يملك كمية عالية من الثقة بنفسه وبتصرفاته ولا يتمكن من التصرف على سجيته، فإنه بالنسبة إليه شخصا مزيفا ويخفي شيئا جوهريا يمنع عليه إخفاؤه. وبما أننا اليوم في زمن كثر به كل ما هو مخادع ومزيف، فنحن نعيش في وقت لا يمكن للغالبية من الناس أن تتصرف على سجيتها
لذا يلجأ غالبيتهم إلى السير في سلوك الخداع، ما يرفع من نسبة الأشخاص الذين يكن لهم مولود الدلو الكره بكميات كبيرة جدا. في المقابل هذا المولود يكره كل شخص يحاول أن يقوم بتغييره أو أن يفرض عليه أي شيء يؤثر على شخصيته. يضاف إلى ذلك فئة من الناس الذين يتذمرون بشكل مستمر، أو هؤلاء الذين يخبرون الدلو بأنه يقوم بالتصرف أو بإنجاز أمر ما بشكل خاطئ، فملاحظاتهم هذه مرفوضة تماما بالنسبة للدلو، حيث في عقله قناعة تامة أنه هو فقط دائما على حق. البرج الخامس على قائمة الأبراج التي تكره الجميع سرا، برج الثور. هذا المولود من الأبراج الذين يعشقون التواضع، كما إنه لا يكتفي بهذا القدر فقط، بل إنه يكره الأشخاص الذين يثقون بأنفسهم أكثر مما يجب، والذين يعانون من تضخم الأنا. فالتواضع من وجهة نظر برج الثور مفتاح للدخول إلى أعماق قلوب الناس. نقمة وكراهية الثور سوف تقع حالا على كل إنسان يحاول التبجح بما حقق من أموال أو جاه أو بما يملكه من أملاك، فهنا لا مجال للنقاش مع ملك العناد، حيث سيتربع هؤلاء الناس على رأس لائحة المكروهين عند الثور. القيام بهذه الأمور من الأشياء المحظورة تماما أمام الثور، حيث تجعله يشعر بنوع من الإهانة وكأنه أقل قيمة منهم، فهو يرى ويشعر وكأن إظهار النجاحات ينتقص من قيمته ويقلل من رفعته، وهذا شيء مر المذاق على الثور. لكن في الواقع البشر بطبيعتهم يميلون إلى الحديث عن الأمور التي قاموا بتحقيقها أو تلك النجاحات التي بلغوها هم أو أحد الأشخاص المقربين منهم، وبالتالي فإن الثور يكن كمية هائلة من الكره للجميع في كل مرة يقومون بمثل هذه التصرفات، بغض النظر عن حجم الأمور التي يعبرون عن فخرهم بها ومدى صحتها أو ارتباطها بالواقع. البرج الأخير على قائمة الأبراج التي تكره الجميع سرا، برج السرطان. السرطان برج لا يليق به لقب أكثر من ملك الإحساس، حيث يشتهر هذا المولود بأنه حساس جدا، كما إنه يتمتع بقلب طيب للغاية لا يعرف الحقد أو الشر، وغالبا ما يتم التعامل معه وكأن وجوده من المسلمات، فلا يتعاملون مع مشاعره بجدية بل يسببون له الأذية تلو الأذية، غير مبالين بحالة مشاعره الرقيقة التي تنبض داخل كيانه. إن غالبية الناس تتعامل مع مولود السرطان وكأن وجوده من المسلمات، وكأن مشاعره لا أهمية لها، فلا أحد يقدرها، بل في أغلب الأحيان الجميع يبذلون قصارى جهدهم كي يهمشوا مشاعر السرطان، ما يدفعه للشعور بالكثير من الكره لهم. لكن للأسف مولود السرطان من السهل جدا أن تجرح مشاعره، وبالعكس من الصعب جدا أن ينسى جراحه، فالكره هذا الذي يختزنه السرطان داخله غير آني، وليس من الممكن أن يتبدل بتبدل المواقف، وذلك لأن هذا المولود من الأبراج التي لا تتجاوز الأمور ببساطة وسهولة، ولا يمكنها نسيان الأذى، لذا تستمر هذه المشاعر السلبية في داخله لوقت طويل جدا. كانت هذه جولة الفلك مع الأبراج التي تكره الجميع سرا، قدمناها لكم من قناة رويش تيفي. اكتبوا لنا في التعليقات هل أنتم أحد هذه الأبراج، وما رأيكم بما يقوله الفلك عنكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد اختاروا واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.